بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم، ونحن نفتتح المؤتمر الصحفي للمؤتمر الأول للميثاق الوطني العراقي، فأهلا وسهلا بالحضور، كل حسب اسمه ومكانته ووصفه. وشكرا لوسائل الإعلام التي حضرت لهذا المؤتمر. وإذ نبتدأ حقيقة في البيان الختامي للمؤتمر الأول للميثاق الوطني، تتفضل بإلقائه الدكتورة فاطمة العاني. البيان الختامي للمؤتمر الأول للميثاق الوطني العراقي، انطلاقا من المسؤولية الكبيرة في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي تستشعرها قوى الميثاق الوطني العراقي، عقد المؤتمر الأول للميثاق الوطني العراقي على مدى يومي 10 و11 من كانون الثاني عام 2020 ميلادية، لبحث ومراجعة خطوات تنفيذ الأهداف والثوابت الرئيسية للعمل الوطني التي توافقت عليها قوى الميثاق الذي انطلق في شهر آذار 2019 ميلادية، بعد مشاورات واسعة مع القوى العراقية المناهضة للعملية السياسية على مدى عامين، حددت فيها أهم سبل إخراج العراق من واقعه المرير الذي يعيشه في ظل النظام السياسي الذي فرضه الاحتلالان الأمريكي والإيراني منذ عام 2003 ميلادية، ولا سيما بعد المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات عام 2018 بنسبة تجاوزت 80%، والتي أكدت صواب موقف القوى الوطنية من العملية السياسية واستشعارها المبكر لرفض الشعب العراقي لها. لقد جاء الميثاق الوطني العراقي ليكون معبرا عن تطلعات الشعب العراقي في الخلاص من الواقع السياسي الفاشل الذي كان سببا رئيسيا في تعميق الطائفية وتهديد السلم الأهلي وجعل العراق ساحة للصراعات الداخلية والإقليمية والدولية. وبسبب ذلك انطلقت ثورة تشرين العراقية التي التقت أهدافها وشعاراتها مع ثوابت الوطنية للميثاق الوطني العراقي الهادفة لاستعادة العراق وإسقاط نظام المحاصصة الطائفية والعرقية. وقد أظهر العراقيون في مقدمتهم الشباب ثباتا منقطع النظير لاستعادة العراق وبنائه من جديد بخطوات فاعلة ومدروسة وواعية، وشعورا بالحاجة الماسة إلى إحداث نقلة نوعية كبيرة في منهج العمل الوطني وأساليبه ووسائله. تضمنت أعمال المؤتمر الأول سلسلة من الاجتماعات المتواصلة التي شهدت مناقشات ومداولات الكثير من الأفكار والملاحظات والمقترحات الإيجابية نافعة في تحقيق تطلعات الشعب العراقي، مستحضرين حقيقة أن ذلك لا يتم إلا بمؤازرة أبناء شعب جميعا وفق رؤية الحل الشامل التي يسعى الميثاق الوطني لإنجازها. وقد قامت اللجنة العليا للميثاق خلال يومي المؤتمر بإنجاز عدد من المهام الخاصة بهيكلية المؤتمر وسياقات عمله، ومن أبرزها إعادة ترتيب لجانه السياسية والإعلامية والإنسانية والعلاقات العامة وغيرها بما يحقق الأهداف المرسومة لها، فضلا عن اختيار ناطق رسمي له وتسمية ممثلي الميثاق في عدد من الدول للتعبير عنه والتواصل مع القوى والفعاليات العراقية وغيرها، وتأكيدا وتوثيقا للتوافق والتكامل في العمل الوطني المؤدي إلى خلاص العراق. يعلن الميثاق الوطني في ختام مؤتمره عن الآتي: أولا، يؤكد المؤتمر التزامه بغايات وأهداف ومبادئ الميثاق الوطني العراقي لما فيه من رؤية واضحة وشاملة لبناء عراق حر وكريم موحد واستعادة سيادته. ثانيا، يدعو الميثاق الوطني العراقي شعبنا الذي ما زال يعاني من أوضاع مأساوية إلى الاستمرار بمساندة ثورة تشرين وتصعيد التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات في جميع المحافظات العراقية. ثالثا، يجدد الميثاق الوطني العراقي دعوته لجميع القوى العراقية المناهضة للعملية السياسية إلى الشروع في حوار جاد لإنضاج صيغة وطنية لعملية سياسية سليمة تضم الجميع دون إقصاء أو تهميش وبعيدا عن أي تدخل خارجي، وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب العراقي في حياة حرة كريمة. رابعا، يطالب الميثاق الوطني العراقي الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بالتعامل الجاد مع مطالب العراقيين وفق المعايير الإنسانية، ولا سيما بعد تصاعد القمع الحكومي للتظاهرات السلمية وسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى والمعتقلين والمغيبين قسرا على يد الأجهزة القمعية للحكومة وميليشياتها. وفي الختام،
تعاهد قوى الميثاق الوطني العراقي شعبنا على مساندة ثورته حتى تحقيق أهدافه، وبما يجعل من الميثاق رافداً لثورة تشرين في بلوغ غاياتها، مع يقيننا التام بأن الشعوب هي التي ستنتصر في النهاية وستذكر وتقيم كل المواقف، وستبقى تضحيات أبناء ثورة تشرين ودماء شهدائنا الزكية حافزاً لاستمرار الثورة، سائلين الله تعالى أن يكلل جهود الجميع لما فيه خير العراق والعراقيين والمنطقة جميعاً. وشكراً جزيلاً. شكراً للدكتورة فاطمة العاني. وبعد قراءة البيان الختامي للمؤتمر الأول للميثاق الوطني العراقي الذي عقد في إسطنبول للعاشر والحادي عشر من الشهر الأول في عام 2020، نفتتح الأسئلة من الإعلاميين أو من الحضور حول مسودة أو البيان الختامي وما يتعلق بالميثاق الوطني العراقي. فاروق شريف، قناة الرافدين. سؤالي، ما هو مستقبل رؤيتكم لمستقبل الثورة، ثورة تشرين، في ظل التطورات الحالية؟ والسؤال الثاني، كيف تقيمون التعاطي الدولي حتى هذه اللحظة مع ثورة تشرين؟ من المؤكد تماما أن رؤية ثورة تشرين لدى الميثاق أو لدى قوى الميثاق الوطني العراقي أنها قد نجحت في صناعة الوعي وتوحيد الشعب العراقي خلف المطالب الأساسية التي من خلالها يتم استعادة الوطن، وبالتالي تشخيص العدو الحقيقي للشعب العراقي بعد 17 عاما من الأوضاع المأساوية التي يشهدها العراق كانت أولى تطلعات ثورة تشرين. وبالتالي اليوم الكل يجمع على أن النظام، نظام المحاصصة الطائفية، العملية السياسية هي التي أوصلت العراق إلى مأزق وإلى انسداد سياسي. وبالتالي هذا النجاح الذي وصلت إليه ثورة تشرين حقيقة يقابله صمود وثبات، وبالتالي هذا الصمود سيصنع بمستقبل العراق إلى النجاح وإلى الهدف المرجو منه. بكل الأحوال وكل الظروف التي ستأتي على ثورة تشرين في الأيام القادمة هي حقيقة وضعت العراق وشباب العراق على الطريق الصحيح باتجاه استعادة وطنهم، وبالتالي هذه الخطوات الأولى التي من خلالها ستنجح هذه الثورة وما يلحقها من أعمال سياسية وإجراءات لكل القوى العراقية التي وقفت بخندق واحد أمام استعادة الوطن من أعدائه الذين أصبحوا يجعلون العراق ساحة للصراعات الدولية والإقليمية، وهذا ما تشهده الساحة العراقية. حيل السؤال الثاني إلى الشيخ أحمد الغانم. للأسف إلى الآن بالنسبة لحجم التفاعل الدولي مع الشعب العراقي، للأسف لحد الآن دون المستوى المطلوب بكثير، وما زال المجتمع الدولي يتعامل مع القضية العراقية بازدواجية، فقد رأيناه يتعامل مع قضايا يكاد عشر ما يمر أو مر على الشعب العراقي، ويغض الطرف عن مأساة العراق خلال فترة 17 سنة. فهذا الموقف الدولي الحقيقة. منير القشجي من الهيانات. تعرض المتظاهرون على مدى 3 أشهر الماضية إلى قمع حكومي كبير، هل كان لكم دور في كشف هذه الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون؟ وشكرا. يعني من أبرز اهتمامات الميثاق هو توثيق جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون منذ لحظة انطلاق ثورة تشرين إن شاء الله. يعني في الميثاق الوطني هناك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهذه اللجنة قامت بتوثيق أغلب الانتهاكات التي كانت تصلنا سواء في تقارير خاصة أو تقارير عامة، وتوثيق إحصائيات مثلا بأعداد القتلى، أعداد الجرحى، أعداد المعتقلين التي وكل المعلومات التي نحصل عليها. طبعا هذه التقارير يتم إرسالها
والتواصل مع منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة، نذكر على سبيل المثال منظمات العفو الدولية، حتى الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي أيضا. لدينا الحمد لله يعني مجموعة ممتازة من الجهات الدولية التي نتعامل معها وتفاعلون معنا في هذه الأحداث. نعم. ما هي سبل دعمكم للجان التنسيقية لثورة تشرين؟ وسؤال آخر، بالإضافة إلى جهودكم الإعلامية لمساندة الثورة، هل لديكم جهود على المستوى السياسي؟ بالتأكيد كجهود إعلامية مساندة لثورة تشرين كانت موجودة منذ اللحظة الأولى، لأنه حقيقة منذ انطلاقتها يكاد يكون الميثاق الوطني العراقي من أول من دعم بطريقة واضحة ثورة تشرين في انعقاد مؤتمره الصحفي في الشهر العاشر عند انطلاقة ثورة تشرين في الأول من تشرين عام 2019، وبالتالي سخر كل منصاته الإعلامية لكسر الطوق الإعلامي الذي فرضته الحكومة وبعض الذين كانوا يشككون بهذه الثورة، وصنعوا حقيقة تعتيما إعلاميا. استطاعت اللجان أو المنصات الإعلامية من التنسيق مع فضائيات ومواقع مهمة، وبالتالي كسر هذا القيد ونقلت الحقيقة، وكانت هناك تواصل مع بعض التنسيقيات والشباب في عملية نقل الحقيقة من داخل التظاهرات، وبالتالي كان للميثاق الوطني جهود كبيرة بهذا الإطار ترجمت في الوقت الحاضر من خلال ما رأيناه من تفاعل حقيقي مع هذه الثورة المباركة العراقية التي كانت لها الأثر الكبير في كشف الحجم المأساة التي يتعرض إليه الشعب العراقي، وحجم التدخلات الإقليمية والدولية الضارة بالعراق، وحجم الاستهداف الكبير الذي تعرضوا إليه. السؤال الثاني نحيله للشيخ أحمد الغانم. نعم، لدينا وجود في ساحات التظاهرات وبمستويات مختلفة وأشكال متعددة من خلال القوى المكونة للميثاق الوطني العراقي. شأننا في ذلك شأن الشعب العراقي وجميع أطيافه وفئاته، ولا حقيقة في هذا الوقت ليس لنا المصلحة الإفصاح عن التفاصيل. طه العاني من وكالة يقين. ورد في البيان الختامي أن للميثاق يلتقي مع ثورة تشرين في مشتركات عدة، هل من الممكن بيان هذه المشتركات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هنالك وجود للقوى المشتركة في الميثاق في ساحات التظاهر؟ الشارع العراقي وعموم ساحات التظاهر تطالب الآن بالمطالب ذاتها التي أعلنت عليها وثيقة الميثاق الوطني العراقي الذي انطلق قبل سنة من انطلاق التظاهرات، وبالتالي وقعت هذه الوثيقة قبل عدة أشهر من انطلاقها، وكان يستشرف حقيقة وضعية الشعب العراقي أنه ذاهب بهذه الخطوات التي هي خطوات هذه القوة والتي أصرت عليها طوال 16 عاما، لأنها هي الملامح الأساسية والطريق والسبيل في إنقاذ العراق. وبالتالي أولى هذه المشتركات أن المتظاهرين اليوم يطالبون بذات هذه المطالب، منها إسقاط العملية السياسية، وبالتالي معلوم تماما أن أحد أهم أهداف الميثاق الوطني العراقي هي إسقاط هذه العملية بنظامها القائم، وبالتالي هذا المشترك الأساسي هو الذي يمكن منه أن تجتمع به فيه بأطر كثيرة. هذه الأطر تتمثل بالسياسية والاقتصادية وسبل إنقاذ العراق والنهوض به من خلال تأسيس عملية سياسية جديدة راشدة تؤمن بالتعددية السياسية وتؤمن بالتداول السلمي للسلطة. أما على سبيل السؤال الثاني، هو التواجد في ساحات التظاهر، معلوم تماما أن الميثاق هو من شرائح المجتمع العراقي، والقوة الموجودة هي قوة عراقية، بالتالي تلتقي بأهداف كثيرة. التظاهرات مستقلة، والشباب الموجود فيها حقيقة يعبر عن رأي وتطلعات جميع الشعب العراقي، لذلك حقيقة هذا التواجد في هذه الساحات هو لدعم الشباب
وبالتالي الساحات والشباب المتواجدين فيها فيها عدة تنسيقيات كثيرة متنوعة تشترك في أهداف واضحة، كما يشترك الشعب العراقي بكل مكوناته بهذه الأهداف، فبالتالي يجري التنسيق مع جزء منها ويجري التنسيق مع آخرين، وبالتالي حقيقة الشعب العراقي اليوم شعب متكامل يفصح عن هويته بهذه التظاهرات، وبالتالي الوعي الجمعي حقيقة يمكن أن يؤسس إلى حالة من الالتقاء الواضح تماما مع كل مبادئ هذه الثورة ومبادئ الميثاق الوطني الذي من خلاله يتم حقيقة إنقاذ العراق، وبالتالي العراقيون اليوم مجتمعين يسعون إلى الظفر بإنقاذ العراق من حالته المأساوية باتجاه استعادة الوطن وباتجاه تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تؤمن بسيادة العراق وبمصلحة العراق، وبالتالي يمكن من خلالها أن تلتقي جميع الأهداف بهذا الإطار. أنتم في الميثاق الوطني كيف تنظرون لأهداف المتظاهرين المعلنة؟ هل تتوافقون معها أهدافاً وتطلعات مع الأهداف المعلنة للمتظاهرين؟ من المعلوم تماماً أن الأهداف واضحة والإصرار الكبير لدى الشباب واضح من خلال ثورة تشرين، وهذه المطالب اتجهت باتجاه إسقاط العملية السياسية، وقد نجحت في إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، والآن هي تتجه بإصرار كبير لإسقاط النظام البرلماني الذي يتجمع فيه تلك الأحزاب وميليشيات مسلحة حقيقة لا تؤمن بالعراق، وأصبح واضحا ولاؤها لخارج العراق بطريقة واضحة تماما، ومنها إيران على سبيل المثال فضلا عن دول أخرى. لذلك حقيقة المطالب الذي يطالب بها الشباب هي متوافقة ومنسجمة، لكن الميثاق الوطني مصمم على أهداف واضحة تماما، وبالتالي هي تلتقي بهذه الأهداف من خلال إسقاط النظام. لذلك رأينا أن أحد أهم مرتكزات مطالب الشباب في ثورة تشرين عدم تسمية حكومة في ظل وجود برلمان، هذا يؤكد حقيقة على أنهم صامدون وثابتون باتجاه إسقاط النظام السياسي، وهذه أحد أهم المشتركات الذي يشترك الميثاق الوطني مع شباب ثورة تشرين في هذا المطلب. السلام عليكم، مصطفى البدري من مصر. في ديباجة الميثاق مكتوب في الذي يعيشه الواقع المري الذي يعيشه في ظل النظام السياسي الذي فرضه الاحتلالان الأمريكي والإيراني، بعيدا عن التوجه السياسي، هل وضع الميثاق خطة لتجاوز الصراع الطائفي التي تعاني منه الأمة؟ يعني عندنا في مصر صنعوا لنا واخترعوا لنا صراعا داخليا حتى يتمكنوا من الانتصار علينا، في العراق الأمر واقع، هل هناك خطة داخل الميثاق الوطني لتجاوز هذه العقبة؟ وهل هناك تأثير لمقتل سليماني سواء إيجابي أو سلبي على نجاح الثورة وما سيحدث بعد ذلك؟ من المعلوم تماما أن الميثاق الوطني منذ انطلاقته والتفاهمات التي استمرت لسنتين ماضيتين كان يهدف إلى ترسيخ الوطنية والهوية الوطنية دون الهويات الفرعية للعراق، وبالتالي هو يحمل مشروع إنقاذ حقيقي لكسر الطائفية هي المصنوعة سياسيا. الشعب العراقي اليوم في تظاهراته قد كسر هذه الطائفية ووحد الشعب العراقي بإطار واضح تماما. لذلك كان الميثاق الوطني جزء مهم من عمله هو توعية بخطورة الطائفية، وكان يقف موقفا واضحا من تقسيم العراق على أسس طائفية أو أقاليم على أسس طائفية بطريقة واضحة. لذلك هو صنع وعيا متقدما بهذا الإطار ويمتلك منهاجا، واليوم الوعي الموجود في الشارع العراقي كان الميثاق أيضا أو للقوى التي شكلت الميثاق هدفا أساسيا في إيصال الوعي خطورة الطائفية في العراق وما يتم العزف عليه من تقسيم المجتمع بهذا الإطار، وبالتالي شعبيا الطائفية قد قبرت وانتهت. سياسيا هو ما يحاول إليه الآن ثورة تشرين أو الميثاق الوطني من إنتاج نظام سياسي وطني يؤمن بالعراقي ويحاسب العراقي ويكافئ العراقي على عراقيته دون النظر إلى خلفيته، وبالتالي كان موقفه أيضا للميثاق الوطني متميزا في الدعوة إلى المحافظة على أملاك
المسيحيين وأملاك كثير من العراقيين الذين جرى تهجيرهم على أيدي تلك الأحزاب والميليشيات خارج العراق. لذلك نعم يمتلك خطة متكاملة بهذا الإطار، ويمتلك نظاما يمكن أن يؤسس ويساهم مع جميع القوى العراقية، مع جميع فئات الشباب الواعين اليوم الذين كان لهم الإسهام المباشر في كسر هذه الطائفية، في إنقاذ العراق بخطة سياسية واجتماعية متكاملة. أما مقتل سليماني، بالتأكيد سليماني أسس العمليات المشتركة أو قياء غرفة العمليات في بغداد. هذه الغرفة أدت إلى عملية قمع التظاهرات، أساس تشكيلها هو لوئد هذه التظاهرات، فساهم في قتل الصحفيين، في إعداد خطة لقمعهم. مجزرة الناصرية كانت حادثة وتحمل بصماته، مجزرة السيرك في بغداد في ساحة التحرير كانت حاضرة أيضا وبصماته وغرفة عملياته، وبالتالي هم هؤلاء يجتمعون في إبادة الثورة. لكن إلى هذه اللحظة ثورة تشرين ثابتة بمطالبها وبشبابها، وتحملوا من الدماء ما تحملوه. يعني اليوم نتكلم عن 22,000 بين شهيد وبين جريح من ثوار تشرين والمتظاهرين السلميين، وإلى الآن يحافظون على سلميتهم أمام هذا القمع. وبالتالي حقيقة مقتل سليماني سيكون له تداعيات كثيرة في المنطقة وليس على حساب العراق، لكن الشعب العراقي يعلم هذه التداعيات، وبالتالي أصر في جمعة يوم أمس الذي توافق انعقاد المؤتمر الميثاق الوطني الأول وانطلاق المظاهرات المليونية التي جددت هذه التظاهرات بعد مقتل سليماني، كان واضحا في مطالبه بإخراج إيران وأمريكا وإعادة السيادة للعراق، وبالتالي يطالب بوطن مستقل ذو حكومة راشدة وطنية تعتمد على الشعب العراقي لتأسيس عملية انتخابية حقيقية ديمقراطية يكون فيها التعددية السياسية مهمة أساسية، وأن صوت الشعب العراقي واضحا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل عن أول، أقول بأن الحالة في العراق واضح ظاهر فيها كان التخادم ما بين القوى الطائفية والولايات المتحدة الأمريكية كمحتل، وظلت هنالك قوى وطنية على الأقل ثابتة على موقفها بأن أمر الاحتلال واضح وفي ظله تبطل كل العمليات السياسية التي تجري، فما بني على باطل وما بني على الاحتلال فهو باطل. لكن أنا ألاحظ الآن بعد بعض التغييرات التي حصلت الآن بمقتل سليماني وموقف المجلس الوطني العراقي القائم في العراق ومناداته بخروج الولايات المتحدة الأمريكية مع أنه لم يسمها بشكل واضح، كيف تنظرون أنتم كقوة مناهضة بشكل عام لأي قوة أجنبية سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أم إيران إلى هذا الموقف الذي صدر على الأقل في الآونة الأخيرة؟ هل فعلا هنالك قناعة حقيقية وآليات جادة لإخراج أو لإخراج كل القوى الأجنبية، أم هي مناورة كما نشاهده في كثير من المواقف الطائفية في العراق؟ البرلمان في العراق فقد شرعيته من خلال التظاهرات الكبيرة التي خرجت وأكدت في هذه الجمعة الماضية يوم أمس على إسقاط النظام البرلماني الذي يشير إلى تصويته على إخراج القوات الأمريكية. ومن المعلوم تماما أن الشعب العراقي والقوى المناهضة يعملون على تحقيق السيادة العراقية بشكل واضح وصريح، وبالتالي كان تصويتهم هو للرغبة الإيرانية في من خلال هذا التصويت، وليس تصويتا لصالح الشعب العراقي، بدليل أنهم حقيقة قدموا الولاء بطريقة واضحة داخل هذه القبة التي المفروض أنها تعتبر سيادية للعراق، وهتفوا باسم قاسم سليماني، وبالتالي هم ارتبطوا مع إيران بطريقة واضحة وذهبوا كلهم إلى التعزية، فهم يعملون على تنفيذ النظام، تمدد ولاية الفقيه للنظام الإيراني في المنطقة، وهم يؤسسون لمرحلة خطيرة على مستوى الدول العربية وعلى مستوى الدول الإسلامية من خلال إشاعة الطائفية والمذهبية حتى تقتتل البلدان والمكونات الشعبية فيما بينها. فهم يعمدون على خطة خبيثة وخطيرة، ولأن العراق رأس الرمح في هذه القضية فإن الصراعات تدار في العراق. لذلك حقيقة لا يمكن إنقاذ المنطقة، وهو ليس فقط خطرا على العراق، إنقاذ المنطقة بمجملها إلا بإنهاء النفوذ الإيراني داخل العراق. لذلك حقيقة تصويتهم كان تصويتا متماهي مع السياسة الإيرانية وتوسعها، ليس إلا ولا هم يبحثون عن السيادة، وبالتالي تراجعوا في كثير من مواقفهم لصالح التواجد الأمريكي.
في الميثاق الوطني هناك بالتأكيد، لأنه يعتمد على الشعب، ولأن الشعب العراقي يتطلع إلى سيادة كاملة ليست منقوصة، لكن هذه السيادة تعتمد على أن يكون هناك تحركا فاعلا لكل المجتمع الدولي، لأن العراق بدأت مشكلته دوليا، وبالتالي هو يحتاج إلى وقفة جادة من الدول العربية، من الدول المجتمع الدولي، لأن يكون العراق يحقق فيه المطالب الأساسية التي من خلالها يمكن تأسيس حكومة ونظام وطني في العراق يؤسس إلى مرحلة الاستقرار وإعادة السيادة بشكل كامل، ويحفظ أيضا حقيقة أمن الدول العربية وأمن الدول العالمية من خلال استعادة العراق لأهله. السؤال: سجل جرائم الحكومة والميليشيات كيف سيتعامل مع الميثاق الوطني على المستوى الدولي من الناحية القانونية؟ يعني بالنسبة للجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي، يعني تقوم بعمليات توثيق لكافة الانتهاكات وتتراسل مع المنظمات الدولية المعنية بهذه الجرائم. هناك تحركات نحو يعني القيام بفعل من أجل إيقاف ما تقوم به الحكومة العراقية من انتهاكات، لأنها لم تتوقف لحد الآن عن ممارسة كافة أنواع القمع الوحشي وممارسة كافة الجرائم ضد المتظاهرين منذ تشرين، ولذلك السعي لا زال في هذا الاتجاه، ولن يتوقف توثيقات، ولن تتوقف التواصل مع الجهات المعنية والتي تستطيع من خلالها الشعب العراقي أن يحصل على حقوقه. في الختام نشكر الحضور على وجودهم معنا في إعلان المؤتمر، البيان الختامي للمؤتمر الأول للميثاق الوطني العراقي، ونشكر وسائل الإعلام وللسادة السائلين، وشكرا جزيلا، ونلتقي معكم على خير في تحرير العراق وإنجاز مهمة الميثاق الوطني نحو استعادة الوطن واستعادة العراق، ليكون فضاء وليكون بلدا يتسع للجميع، ويكون حاضرا ومؤسسا في إنتاج السلم الأهلي وإنتاج صناعة الخير لجميع البلدان. شكرا جزيلا لكم.